اتفضل. ايه اتفضل، انا عايزاه يغنينا. اه طبعا مش هيروح. انا قلت، انا مش قلت لك قبل ما نبدا، قلت لك هنرقص وهنغني وهنعمل كل حاجه على الهواء النهارده. ممكن فيك تغني لنا الغنيه اللي غنيتها بالذا فويس؟ شو غنيت؟ لا لانه بعد ما بيعرفوا العالم شو غنيت. والله متوقعه كلمه بس استغربت سؤالك. بس بغني لكم. لا بحاتيكم شو هتغني لي؟ مش هتغني الصبح. ايه اتفقنا على كده. الصبح بدي اغني لها. لا كم غنيه بيطلع لي؟ وحده ولا اثنين ولا نص وحده؟ اثنين اثنين اثنين. الاثنين ليا برضه. اوكي. اول وحده بتزعل سمايح بوجه لك اياها. يا حذرتي. اول وحده انا هيدي كتبها ملحنها بعد ما نزلت، سواء اول ما العالم بيستم. حلو، ثانك يو سو ماتش. ده سكوب يا جماعه، سكوب. وين ما كون العالم عم تتبسم، كله ناطر حجته يترسم، وانا واقف وحدي مش عم بفهم كيف لازم اعمل حتى اوقف هم. افكاري بيني وبين حالي عتيقه، عالسوشيال ميديا جمالي عميقه، بتضحك وبتسلى كل دقيقه قدام العالم عكس الحقيقه. ما بخلي الناس تشوف قلبي عالمكشوف، ضلني اقول بكل الظروف شو 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 حلو الحياة. شو 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 حلو الحياة. وين ما كون العالم هي زيتها، شو بتحب تحكي عن حياتها، بتضل غرقانة بإنستا وبيبوستيتها عن سيارتها ولون شعرتها. دايماً بدي فل بس برجع ببقى خايف كل وحدة بهالشقة، فبلي حالي وبرقص عالموسيقى قدام العالم عكس الحقيقة. ما بخلي الناس تشوف قلبي عالمكشوف، بضلني أقول بكل الظروف شو 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 حلو الحياة. شو 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 حلو الحياة. معلش معلش حبيب، كتير حلو. مش معقول قد ايه حلو، قد ايه تاتشي، وقد ايه بيتكلم على الحقيقة، على الحقيقة وعلى شو عم بيصير فينا هلا عن جد. It's a really nice idea. وثانك يو انك فتحت هيك موضوع، لانه كلياتنا بنعيشه حقيقة ومنصدر صورة ما بتشبه اللي عم بيصير معنا، حتى نخلي العالم متفائلين بالاخير عن جد. يعني اوبسلي هيدا طلعت بوقت الكوفيد، وكنا كلنا قاعدين، وكل العالم عم تجرب تكون مبسوطة وتنسى اللي عم بيصير، وعم بجرب على السوشيال ميديا خصوصا من فرجة حياتي يمكن مش عم نعيشها دايما، مش حياتنا حتى. وحكيت انا كانه عم بحكي عن حالي كمان، ما العالم يفكر انه عم بحكي عن العالم، عن العالم. لانه انا كمان بقطع بهيك فترات يعني مثل بعتقد الكل طبعا. كلياتنا هي. طب احنا دلوقتي خلصنا الاغنيه الحزينه للصبحي، انا عايزه مقطع. مقطع علي انا. The stars look like they're not shining. Her hair falls perfectly without her trying. And she's so beautiful, yeah. And I tell her every day. Oh, I know when I compliment her, she won't believe me. It's so sad to think that she don't see what I see. But every time she asks me, do I look okay? I say, when I see your face, baby, it's not a thing that I would change. 'Cause girl, you're amazing, just the way you are. And when you smile, darling, the whole world stops and stares for. كل الأحوال، بس أنا عندي كومنت. هاي الغنية هو بوجهها لخطيبته،
لحظه انا اللي انا بوجهها لفاطمه وتحياتي ليها اكيد طبعا. بس ثانك يو سو ماتش ان انت غنيتي اغنيه زي دي على الهواء مش لصبحي بس شكرا يا انتوني. كتير كتير انبسطنا معاك اليوم عن جد يعني كان لقاء تغيير شكل لغني اللي غنيتهم كتير حلوين افكارك كتير حلوين عن جد كتير انبسطنا بوجودك. انا كمان كتير انبسطت معكم ويا ريت في يبقى يعني بس خليك معنا هلا بالبريك فيك تبقى بس لازم نطلع بريك اكيد بالبريك حب بجد نورتينا وثانك يو سو ماتش على وجودك معنا. ميرسي لكم ميرسي لكم عم بتدوق كمان على كل شيء عم بيصير وعلى علي كمان ثانك يو سو ماتش. ان شاء الله.